كيف أفكر يعني الآن بدي أشتري جوال؟ شوف استاذ عماد، أنا بيجيني شخص بيقول لي أنا بدي جوال، أول سؤال بسأله إياه إيش الفئة السعرية اللي أنت بدك الجوال. أنا ما بنفع، أنا اليوم الجوالات بيوصل سعرها ل 5000 شيكل. من بنقدر نتكلم الحديث من 230 شيكل لغاية 5000 شيكل. فأول سؤال لازم أسأله الفئة السعرية اللي أنت، يعني بيجيني واحد بيقول لي بدي جوال يكون أحسن جوال، هذه كلمة عامة، ما هو أحسن جوال بدي أديك جوال ب 5000. صحيح. لا أنت قول لي إيش الفئة السعرية. تمام. بيقول لي والله الفئة السعرية 1000 شيكل، فأنا بإمكاني أختار أكثر جوال بيعطيني قيمة مقابل أداء أو أداء مقابل القيمة اللي أنا حدفعها في الألف شيكل هذه. طبعا إحنا أول حاجة بدنا ندور على متطلباتك الشخصية، كل واحد بيختلف متطلباته من واحد لآخر. بيجيني أنا شاب بده يلا الجيمينج أو الألعاب، بيختلف عن واحد بده يلا التصفح. فأنا اللي بده يلا الألعاب بروح أنا أدور على موضوع المعالج أول حاجة. هذا لازم يكون معالج قوي عشان أساعده في الألعاب. لازم تكون شاشة ترددها عالي عشان أساعده في موضوع الألعاب. لازم يكون بطاريتها كويسة عشان يساعده في موضوع الالعاب. ففي منطقه بالضبط. فالموضوع الجهاز زي ما قلنا، اذا انت متخصص في الالعاب او انت بدك جهاز العاب ما بهمك اي شيء تاني، بهمك اكثر شيء المعالج. دائما شركه شاومي في الفئات الاقتصاديه بتقدم اداء عالي مقابل المبلغ اللي تدفعه. يعني على سبيل المثال لو قلت انا بدي اشتري جوال بحدود ال 500 شيكل، لما تروح على سامسونج مش هتلاقي بال 500 شيكل شغله تلبي احتياجاتك زي شاومي. خلينا نضرب مثال، في عندنا جوال اسمه ريدمي 11 برايم، هذا الجهاز سعره 520 شيكل. لما انا اروح على سامسونج بلاقيش بالفئه السعريه هذه نفس الجوال ولا نفس المواصفات، بلاقي فئات اقل. فدائما سامسونج، فدائما شاومي في الفئات الاقتصاديه بتقدم لي قيمه أو أداء مقابل القيمة اللي أنا بدفعها. دائما أنا يعني دائما بنصح الناس اللي بيشتروا جوال أقل من ال 200 دولار، نقول أقل من ال 700 شيكل، يتوجه لشاومي، حيلاقي فيه مواصفات أعلى. طيب لكن في نفس الوقت في جودة، في يعني بيعطيني مواصفات زي ما تفضلت يعني اقتصادية، لكن بيعطيني جودة منيحة. أكيد أكيد حسب السعر. يعني اليوم أنت بال 500 شيكل مثلا مش هتاخد جوال ظهره زجاج، مش هتاخد جوال بلاستيك. يعني مش هتاخد جوال شاشة نقول سوبر أموليد اللي هي الأفضل الشاشة، لا هتاخد شاشة أي بي أس أل سي دي اللي هو شاشة متواضعة. ولكن هتاخد يعني هتاخد مميزات معقولة بجوال زي قلنا زي شاومي الوريد 11 برايم. لا هتاخد مميزات معقولة جدا في ال 11 برايم. أنا في الفئة السعرية ال 500 شيكل إيش بهمني؟ بهمني شاشة تكون واضحة. يعني موضوع الشاشات طبعا في شاشه اي بي اس ال سي دي، في شاشه سوبر اموليد، لا ما راح اتكلم عن سوبر اموليد، هذه حتكون فئات اعلى. بيهمني الشاشه تكون اي بي اس ال سي دي فول اتش دي او اتش دي، بيهمني معالج متوسط الاداء، بيهمني كاميرا متوسط الاداء، بيهمني بطاريه على الاقل تكون 5000 ملي كمان عشان تقضي اليوم كله، بيهمني شاحن يكون على الاقل 15 واط او 20 واط، هي اللي بيهمني الفئه السعريه. أكثر من كده لازم يكون فئة سعرية أغلى شوية. يعني أنت حكيت المواصفات الحد الأدنى من المعقولية. بالضبط. يعني لأي شخص عادي بده جوال برضو في حدود دنيا، يعني الحد الأدنى مش أجيبه يعني كتير. ما أنا زي ما قلت لك أنا ممكن تلاقي جوال ب 200 شيكل، ولكن أنت عشان تقول معك جوال حديث كويس هو ال 520 ال 11 برايم. هذا الجهاز.